السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقائي؟ إن شاء الله تكونون بخير. الآن نعدد مع بعض يا أصدقائي ونتذكر أركان الإيمان. الإيمان بالله أحسنتم، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اليوم سوف نتعرف على آخر ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الآن نستمع مع بعض إلى الآية يا أصدقائي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. صدق الله العظيم. هذه الآية يا أصدقائي دلت على 5 أركان من أركان الإيمان، نضع خطا تحت كل ركن منها. أحسنتم، آمن بالله نضع خط. وماذا أيضا؟ اليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. أحسنتم، رائعين يا أصدقائي. أيضا سوف نتعرف على معنى الإيمان بالقدر خيره وشره، أو تعريفه. تعريف الإيمان هو التصديق بأن كل ما يقع من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره. كل ما يحصل لنا يا أصدقائي هو بقضاء الله وقدره. دائما نصدق بأن كل ما يقع لنا من خير، سعادة أو حزن، هو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. هل تعلمون يا أصدقائي ما هي ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر؟ المؤمن يصبر عند الضراء، إذا أصابنا مكروه أو شيء يحزننا أو يضايقنا دائما نصبر، لأن الصبر مفتاح الفرج. ونشكر الله عند السراء، أي عند الأفراح، عندما ننبسط ونسعد نشكر دائما الله ونقول الحمد لله، ولا نتكبر بالنعم. دائما نقول الحمد لله لأن الله أسعدنا أو رزقنا. دائما نحمد الله على كل شيء، لأنها جميعها قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. الآن يا أصدقائي أريد منكم أن تفتحوا صفحة 31 لننجز نشاط واحد مع بعض، وهي أصل العبارات في القائمة ألف بما يناسبها في القائمة باء. القائمة ألف، الواجب عند الضراء. ماذا يجب علينا عندما تصيبنا الضراء أي المكروه؟ أحسنتم، الصبر، نصلها بكلمة الصبر. والواجب علينا عند السراء الشكر، وهو كيف نشكر الله؟ أن نقول الحمد لله، شكرا يا الله. هذا الواجب علينا عند السراء. 3، لا أختال وأتكبر عند، أحسنتم، السراء. لا أجزع وأتسخط عند الضراء. رائعين أصدقائي، رائعين. فدائما عند المصيبة أو الحزن أو الكرب يا أصدقائي دائما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي جميعنا نرجع إلى الله، فهو يساعدنا ويصبرنا
ويفك دائما أزماتنا.